النادي الاهلي واحداث اللقاء المرتقب والمنتظر ما بين النادي الاهلي المارد الاحمر ونادي المصريه للاتصالات في اطار منافسات بطوله قطاعات منطقه القاهره لمواليد 98. مباراه في غايه الاهميه للنادي الاهلي صاحب المركز الثاني في هذه البطوله برصيد 38 نقطه خلف انبي المتصدر برصيد 39 نقطه في مواجهه نادي المصريه للاتصالات صاحب المركز الخامس برصيد 22 نقطه. مباراة تهم كل جماهير النادي الاهلي والجهاز الفني واللاعبين لتحقيق ان شاء الله انتصار لمواصلة واستكمال المشوار نحو المباراة الختامية امام انبي لان شاء الله تكون يوم الاثنين القادم. النادي الاهلي بيدخل هذا اللقاء حراسة المرمى اسلام الشهاوي قدامه اثنين مساكين عمر محمود رقم 17 ادهم علي سليم رقم 6 في اليمين كريم يحيى 13 في الشمال احمد حاتم 22 في قلب دايرة المنتصف الثنائي علي ابو العلا 74 حسام حسن رقم 19 قدامهم الثلاثي مصطفى صبحي رقم 10 عمرو علاء 21 وعصفور الكناريا فوزي الحناوي رقم 30 والهداف والجوليادور احمد ياسر ريان رقم 9. ياخد منها ركلة المرمى لصالح النادي الاهلي اسلام الشهاوي حارس النادي الاهلي مواليد 99 لاعب اللي تم تصعيده لفريق 98 وال 97 اسلام الشهاوي واحد من حراس المرمى اللي بيعدوا داخل قطاع الناشئين في النادي الاهلي. ادم يبدا مع حسام حسن القلب النابض لمنتصف ملعب النادي الاهلي حسام لكريم يحيى كريم التحضير مع مصطفى صبحي مصطفى عنوان المهاره في النادي الاهلي يرجع لكريم يحيى اتلعبت عدت هدف اول للنادي الاهلي هدف اول للنادي الاهلي عملها مصطفى صبحي يضع ضربه البدايه للنادي الاهلي بالقميص رقم 10 للنادي الاهلي اللاعب مصطفى صبحي مصطفى صبحي هدف اول للنادي الاهلي صبحي لحوره تضع البصمه الاولى وتدون ابو العلا علي يلعبها تمريره في احمد ياسر ريان لكن حسام حسن فوزي الحناوي عصفور كناريا للنادي الاهلي فوزي الحناوي صافره احمد عادل احمد عادل كريم كريم ثانيه واحده ركله حره للنادي الاهلي عند عصفور الكناريا فوزي الحناوي رقم 3 مهاريه عناصر الابداع والامتاع في النادي الاهلي فوزي الحناوي يعلى فوزي بالقدم اليسرى على القائم البعيد في اتجاه الهداف والجول نشوف صافره من احمد عبد المنعم حكم درجه اولى وهاند بول لمسه يد هنشوف على مين على احمد ياسر ريان هداف النادي الاهلي هذا الموسم برصيد 15 هدف يبدا محمد خميس يلعبها طويله الطول الاماميه مأمن كريم يحيى كريم يرد استلم كريم كمال صافرة احمد عبد المنعم احتساب ركله حره على نادي المصريه للاتصالات هيلعب صاحب القميص 24 حسن احمد يلعبها تمريره يعلى الكروس العرض ضربه الراس من شادي عابد لكن تشتيت مره ثانيه صافرة احمد عبد المنعم احتساب ركله حره لصالح النادي الاهلي هيلعب ادهم علي سليم صاحب القميص رقم 6 بنلعب في 9 دقائق من احداث عمر الشوط الاول اسبقيه وافضليه لاصحاب الرداء الاحمر النادي الاهلي عن طريق مصطفى صبحي صاحب القميص رقم 10 اتلعبت مره ثانيه طيب عمليات النادي الاهلي اطراف الملعب استغلال قوه الاطراف وعمليه المسانده والدعم اللي بيعملها مصطفى صبحي وعمر علاء على اطراف الملعب والتحركات اللي بيعملها في عمق الدفاعات فوزي الحناوي مره ثانيه عمر يعلى ويطول مرة تانية في نص الملعب حسن أحمد مقطوع يعلى ويطول علي أبو العيلة زي ما قلنا علي أبو العيلة وحسام حسن عملية حائط الصد الأول للنادي الأهلي لما كورته ولد حسن عليه ركلة حرة رامي التماس للنادي الأهلي هيلعب كريم يحيى مصطفى
احمد حاتم يا ولد على المهاره يا ولد على الكروس العرض. لا يا احمد حاتم تاجة تكون اخف من كده شويه، لكن شوف احمد حاتم عدى ازاي. ادي فوز الحناوي عصفور الكناريا يا ولد يا ولد يا ولد ولد على الامتاع يحلق عصفور كناريا النادي الاهلي. فوز الحناوي مش ممكن على الروعه. قلت لحضراتكم للمتعه عنوان للاعب عنوان، وفوز الحناوي لاعب هو عنوان لكل حاجه. سلام فوز الحناوي الليو فوز الحناوي هدف ثاني للنادي الاهلي بصاحب القميص لصاحب القميص الرقم 30 يدون معاه هدف ثاني للنادي الاهلي. شوف قطع ازاي، شوف عد ومر وفات ازاي، وشوف القدم اليسرى بتدون احداث اللقاء بهدف ثاني للنادي الاهلي. يضغط فوز الحناوي ثاني النادي الاهلي لشيل مصر للاتصالات المهاجم المتكامل سواء بدنيا مهاريا عمليه لعب. فوزي الحناوي عدى عصفور الكناريا. فوزي الحناوي ضغط عليه ولد لعبه طويله. كريم كريم الشناوي تقعد توصف وتتكلم على احمد ياسر ريان الجول يدور. حاتم احمد حاتم يضغط ريان يا ولد يا ريان. شوف ريان شوف القتال شوف احمد ياسر ريان قطعت يضغط مره ثانيه. مصطفى صبحي مصطفى صبحي مصطفى يرجع لكريم كريم مصطفى صبحي لحسام حسن حسام لمصطفى صبحي عرض الملعب مع علي ابو العلا. علي احمد حاتم في الجبهه اليسرى احمد حاتم حاتم صبحي مصطفى لاحمد حاتم مره ثانيه. تمرير من لاعب النادي الاهلي في المساحه الضيقه عايز يعدي عمرو علاء يلعبها كروس عرضي كريم يحيى يسند كريم اللي جاي لكن حدش قطع من لاعب النادي الاهلي. شادي عابد شادي شادي طلع كريم حجازي محمد حجازي من الجانب الايمن سعد حجازي يلعبها تمريره في اتجاه شادي عابد شادي شادي عابد خارج الملعب رمي التماس للنادي الاهلي. شوف المشهد احمد ياسر احمد هايل احمد في وسط اثنين والكره معاه خالص يعني شوف ضغط على اللاعب استخلص احمد ياسر ريان. زي ما قلت لحضراتكم بتتكلم على شخصيه وقيمه مهاجم يعرف يعني ايه قيمه النادي الاهلي. شخصيه النادي الاهلي احمد ياسر ريان زي ما قلنا هنفضل نقولها كتير هو الوريث لقياده خط هجوم النادي الاهلي قريبا. هتاخد يا علي يا ولد اتجاه فوزي الحناوي هيلم فوزي فوزي الحناوي المهاره فوزي الابداع فوزي فوزي زعدي عدى ومر وفات يلعبها مع ريان 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 السلطان يتحدث الجول يدور يتكلم عندما يتحدث السلطان احمد ياسر ريان على الجميع الانطاط على الجميع الاستمتاع على الجميع ذروه الهداف احمد ياسر ريان القدم اليسرى لاحمد ياسر ريان تدون الهدف الثالث للنادي الاهلي هدف رائع من احمد ياسر ريان. قلنا لحضراتكم قلناها مرارا وتكرارا احمد ياسر ريان سلطان النادي الاهلي الجول يدور بالمهاره بالقدم اليسرى ماشي بالقدم اليمنى ماشي واحمد ياسر ريان هدف ثالث للنادي الاهلي هدف رائع من لاعب اروع من مهاجم النادي الاهلي قريبا وهداف مصر الاول احمد ياسر ريان. ونجم المارينج ريال مدريد لاعب مكاليلي يعني حتى هو قبل اللقاء بيقول لي اسم الشهره مكاليلي احمد ياسر ريان ريان يلعب لعمرو علاء هيصوب ويسدد خادعة يا ولد يا ولد الهدف الرابع للنادي الاهلي رباعية من رباعيات الخيام هدف رابع عمرو علاء عمرو علاء يضع الهدف الرابع اصطدمت حارس المرمى رباعية للنادي الاهلي في الشوط الاول عمرو علاء اربع اهداف ودقيقتين دقيقتين وقت بدل ضائع يشير السيد ابو خاطر المساعد الاول بدقيقتين وقت بدل ضائع عن احداث عمر الشوط الاول ورباعي رباعي خط هجوم النادي الاهلي. الاهلي فتح على الرابع في الشوط الاول من اجمالي
16 لقاء لعبهم النادي الاهلي، قدر يحقق الفوز في 12 لقاء، تعادل في لقاءين والهزيمه في لقاءين. وهدافه الاول احمد ياسر ريان يرفع رصيده من الاهداف للهدف رقم 16 الموسم الماضي. احمد ياسر ريان كان احرز مع النادي الاهلي 38 هدف. لحضراتكم هداف النادي الاهلي قريبا ومهاجم مصر الاول احمد ياسر ريان. طبعا هو نجل جناح الاهلي الطاهر. كابتن ياسر ريان تكلم على مقاومات مهاجم، تفضل تتكلم وتعدها. احمد ياسر ريان عند كل علامه تضع الاجاده والافاده. وصافره نهايه احداث الشوط الاول يطلقها حكم اللقاء احمد عبد المنعم بتقدم النادي الاهلي باربع اهداف مقابل لا شيء. اعزائي المشاهدين اعزائي المتابعين، هذا ما كتب وكان في شوط اللقاء الاول، في انتظار ما سيكتب وسيكون في شوط اللقاء الثاني. استراحه قصيره ثم نعود لحضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم احبائي الكرام والشاق ومحبي الساحره المستديره في كل مكان، متابعي قناة النادي الأهلي، مرة تانية نلتقي سويا من هنا من ملعب النادي الأهلي وأحداث الشوط الثاني من لقاء الأهلي والمصرية للاتصالات. في المباراة اللي انتهى شوطها الأول بتقدم النادي الأهلي برباعية نظيفة، أربع أهداف للنادي الأهلي دونوا أحداث الشوط الأول اللي تسيدوا النادي الأهلي لعبا وأداء ونتيجة. أربعة أهداف لمصطفى صبحي وفوزي الحناوي، أحمد ياسر ريان، وأخيرا عمرو علاء، رباعية النادي الأهلي. النادي الاهلي يدخل الشوط الثاني نفس التشكيل بدون اجراء اي تبديل، بينما نادي المصريه للاتصالات عمل تبديل بخروج احمد حسن، بخروج اللاعب مصطفى صبحي شحاته رقم 25 ونزول اللاعب احمد حسن رقم 21. اول ورقه بديله للنادي المصريه للاتصالات. حسام حسن سيطره من النادي الاهلي على احداث الشوط الاول. هذه فوز الحناوي، يا سلام على التمريره. شفنا زي ما قلت لحضراتكم شوط اول رائع من النادي الاهلي بما تحمله الكلمه من كل المعاني، اداء ولعبا ونتيجه واربع اهداف دونوا احداث الشوط الاول. هنشوف الشوط الثاني النادي الاهلي يستمر على نفس المنوال ويقدر النادي الاهلي يكمل اداؤه الجيد هذا الموسم. طويله من اسلام، رد مره ثانيه، يلا يلا يا حاتم، ادهم مش هتطلع حاتم لسه في الملعب، قرب يا حاتم، لم كورته احمد حسن، احمد حسن عايز يعدي لكن مضغوط عليه مقفول عليه. ماشي ماشي كويس يا حسن. واحد من اللعيب الجوكر اللي تقدر توظفه اكتر من مكان، كريم يحيى، شوف السنده وشوف الهمسه واللمسه، شوف عايز يعدي عمرو علاء وتصويبه خارج الملعب ركله المرمى. كريم يحيى زي ما بقول لحضراتكم واحد من اللعيبه الجوكر في النادي الاهلي اللي تقدر توظفه في اي مكان. يعني كريم تقدر يلعب كظهير ايمن، يلعب كسيرد باك، يلعب كمساك. اوقات الكابتن مدحت طه بيلعبه كهاف رايت، اللعيب اللي يقدر يلعب في ثلاث اربع مراكز. كريم يحيى نوعيه اللعيب اللي بيلعب في النادي الاهلي بيتم توظيفه في اكثر من مكان. تمريره مع شادي عابد، لكن يا ولد يا عمر، عمر لحاتم، حاتم يلعب لفوزي الحناوي، عصفور الكناريا، فوزي الحناوي يعلق فوزي يا ولد في اتجاه ريان، ريان هيلحق ريان، احمد ياسر ريان، يا سلام يا ريان، عدل عدى يلعب بالقدم اليسرى، فوزي الحناوي تصويبه من فوزي خارج الملعب. ركله ركنيه للنادي الاهلي، ركله ركنيه للنادي الاهلي. ومصطفى صبحي، مصطفى ركله ركنيه للنادي الاهلي. شايفين القطع اللي بيقطعه لاعب النادي الاهلي على القائم الاول، ردت مره ثانيه الحناوي، فوزي هاند بول لكن الحكم اشار باستئناف اللعب. مصطفى السيد عامل العمق في منتصف الملعب، حسام حسن، حسام لادم مقطوعه من ادم، اتلعبت عند احمد حسن، احمد حسن يضغط حسام، علي ابو العيله، اتلعبت لمصطفى صبحي اتجاه حسام، حسام لاحمد حاتم، يلعب ارضيه عند فوزي الحناوي، فوزي الحناوي المهاره، فوزي الامتاع والابداع في النادي الاهلي، يعلق لكن يرد كريم مصطفى، مره ثانيه حط جسم احمد حسن، شادي عابد ضغط عليه ادهم، لمسه واحده يلعب لعمرو علاء، عمرو طالب الكابتن مدحت
طه لاعب النادي الاهلي لعب السهل كرة على الارض اتلعبت جميلة في اتجاه مصطفى صبحي. صبحي سابها لحاتم احمد حاتم حاتم يعلق ويلعب كروس عرضي وادي ريان السلطان احمد ياسر ريان. شوف يا جماعه فرود النادي الاهلي شوف قيمه وعظمه احمد ياسر ريان. لا احمد ياسر ريان حكايه حكايه وحدوته اهلاويه مهاجم مصر القادم وبقوه احمد ياسر ريان سلطان النادي الاهلي والجول يدور. شوف الكره بتتهادى تتمادى ازاي وشوف القطعه شوف احمد ياسر ريان عمليه التوجيه. من الصعب تكون مهاجم لكن من الصعب والشيء الاصعب انك تكون احمد ياسر ريان. احمد ياسر ريان النهارده لقاء من اجمل اللقاءات بيقدم كل حاجه. اللي عايز يتفرج وعايز يبقى مهاجم لازم يتفرج على احمد ياسر ريان. خمسه النادي الاهلي لا شيء المصريه للاتصالات ركله حره وحائط بشري من اربع لاعبين من خمس لاعبين من النادي الاهلي. يلعب خميس محمد خميس يعلقها سهله في ايد اسلام الشاوي. اسلام الشاوي من المرات القليله اللي بيجي لك مهاجم بتحس ان هو عنده المهاره. احمد ياسر ريان واحد من اللاعبين اللي عنده المهاره مهاجم المهاري مهاجم الفنان اللي عنده اللمسه الفنيه العاليه. حسام يلعب ارضيه فوزي الحناوي عدت لريان يا سلام سلام على ريان تصويبه قويه اتصدر من مصطفى مجدي حسن. تمريره مره ثانيه لمصطفى السيد عبد الرحمن يرجع لادم ادم تمريره لعبد الرحمن عبد الرحمن لاحمد حاتم حاتم احمد حاتم يطلع فوزي الحناوي من الجانب الايسر. الحناوي الحناوي يلعب ارضيه مقطوعه مره ثانيه يلم كرته الحناوي فوزي الحناوي فوزي ليه علي ابو العلا ابو العلا لعبد الرحمن عبد الرحمن تدوير اللي بيعمله لاعب النادي الاهلي علي ابو العلا علي عمر لعبد الرحمن موه بجسمه وعدى عمر عبد الرحمن عبد الرحمن تمريره شوف التحرك من ريان 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 النهارده قلت فيك كل الكلام اللي اتقال يا احمد ياسر. شوف احمد ياسر التحركات اللي بيعملها شوف البوزيشن اللي بياخده اللاعب شوف اللاعب بيعمل ايه. شوف احمد ياسر ريان كل الكلام تقول الله عليه الله عليه احمد ياسر ريان النهارده. كريم يحيى خرجت حسام حسن خرجت اللاعب ادهم اللعيبه اللي بتنزل ارض الملعب. هو اسلوب النادي الاهلي هو اللي بيتكلم اسلوب وطريقه لعب النادي الاهلي ومش طريقه افراد طريقه الاسلوب الجماعي. كانك زي ما قلنا بتطلع عندك الماكينه بتطلع منها ترس بتركب ترس تاني نفس الاداء نفس المنوال الروتيشن اللي بيعمله لاعب النادي الاهلي النهارده اداء رائع من لاعب النادي الاهلي وتناغم انسجام الهارموني ما بين لاعب النادي الاهلي في كل مكان في ارض الملعب. لا مركزيه بيديها الكابتن مدحت طه اسماعيل للاعب خط الوسط خط الهجوم مصطفى صبحي السادس السادس كملت سداسيه النادي الاهلي مصطفى صبحي. النادي الاهلي بيدور على الهدف السادس. المصريه للاتصالات تلقى الهزيمه بالسداسيه من النادي الاهلي وياما ياما النادي الاهلي عملها فريق كبار صغار كبارا وصغارا. النادي الاهلي عملها كل الفرق كل الفرق بتشرب من كاس السته والمصريه للاتصالات النهارده تلقى الهزيمه بسداسيه من النادي الاهلي سداسيه النادي الاهلي والمصريه للاتصالات بيدخل قائمه الفرق اللي تلقت الهزيمه من النادي الاهلي بالسته سواء كبارا او صغارا وسداسيه للنادي الاهلي تدون احداث اللقاء. اربعه في الشوط الاول اثنين في الشوط الثاني. مالك حجازي يلعب لاحمد حسن احمد حسن احمد حسن تطول من احمد حسن وخارج الملعب ركله المرمى للنادي الاهلي. هيلعب اسلام الشاوي يبدا مع عبد الرحمن عبد الرحمن لعلي ابو العلا عمرو علاء لعلي ابو العلا علي علي لعبد الرحمن احمد حاتم تمريرات من لاعب النادي الاهلي بطول عرض الملعب فوزي الحناوي فوزي
يعلى فوزي في اتجاه ريان. ريان مش ممكن يا ريان. ريان كان هيدون الاتريك، استلم مره ثانيه ريان. معاذ ادري يصوب، معاذ زمر، معاذ مقطوعه مضغوط على معاذ. يلا معاذ، مصطفى السيد، مصطفى معاذ. كل المواقف، الموقف الاخير، مش هنقول كل المواقف، الموقف الاخير للقاء هي صافره النهايه، اطلقها حكم اللقاء احمد عبد المنعم معلنا نهايه احداث الشوط الثاني واللقاء بفوز النادي الاهلي بسداسيه نظيفه مقابل لا شيء. اعزائي المشاهدين، اعزائي المتابعين، مبروك للنادي الاهلي، هارد لك للنادي المصري للاتصالات. ان شاء الله بمشيئه الله لقاء صعب ولقاء حاسم ما بين الاهلي ونادي انبي يوم الاثنين القادم في ختام بطوله الدوري. نتمنى الانتصار ان شاء الله للنادي الاهلي وتتويجه بالبطوله، وان شاء الله يحقق الانتصار ويفوز بالبطوله ومجهود عام بالكامل. في النهايه مبروك للنادي الاهلي، هارد لك للنادي المصري للاتصالات. اعزائي المشاهدين، اعزائي المتابعين، قينا على المحبة والخير والسلام. في الختام تقبلوا مني خير السلام، كان معكم معلقكم الرياضي فاروق صلاح، اترككم في رعاية الله وأمنه، تقيكم في لقاءات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.